فهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لم يترك قنوت الفجر؟ وما حكم قنوت الوتر؟ جزاكم الله خيرا. هذا ورد لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، هذا وارد لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ثبت عنه وقال به جمهور الأمة أن القنوت في صلاة الفجر إنما يكون في النوازل، في حالة النوازل إذا نزل بالمسلمين نازلة كأن حاصرهم عدو دهمهم في بلادهم أو نزل بهم وباء غير الطاعون، فإنهم يقنطون في الفرائض، يسألون الله عز وجل أن يرفع عنهم ما نزل بهم وأن يدفع عنهم عدوهم. النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر يدعو على قوم من المشركين آذوا المسلمين في مكة، وقنت صلى الله عليه وسلم يدعو لقوم من المسلمين مستضعفين أن ينجيهم الله عز وجل. جزاكم الله خيرا.